وفي ذات السياق أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية كافة. وأضاف البيان أن القرار اتخذ نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بما فيها إمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعمل الدوحة المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر. من جانبها أعلنت جمهورية مصر العربية الشقيقة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت الحكومة اليمنية أيضا قطع العلاقات مع قطر متهمة الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن. وأشارت الحكومة اليمنية تأييدها لقرار التحالف بإنهاء مشاركة القوات القطرية. كما أعلنت ليبيا قطع علاقاتها مع دولة قطر لاعتداءاتها المتكررة والعديدة على الشعب الليبي والتي لطالما أغضبت قطاعات عريضة من الشعب الليبي. كما أعلنت جزر المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. بدورها أعلنت جمهورية موريشيوس قطع العلاقات مع قطر وفي بيان لها قالت إن الأحداث الأخيرة التي شهدها الشرق الأوسط سلطت الضوء على مدى تورط قطر في الأعمال الإرهابية وزعزعة أمن المنطقة. جمهورية موريشيوس أكدت أيضا على دعمها لموقف جميع الدول العربية الساعية لمكافحة الإرهاب وتعزيز السلم العالمي.